شنو كتعمل؟ الو فاطمه، كيفتينا؟ لاباس عليك؟ بخير؟ لاباس الحمد لله. ايوا من درا شريتو شي حولي؟ كاين شي عيد تما؟ ياك شريتوه؟ ايوا بصحتكم. هنا والو، ما كاين لا عيد لا اجواء العيد لا حتى حاجه، كاينه غير الحلالف. وي صراحه ما كاينه شي بحال اجواء العيد في المغرب والله الا سلم عليها حتى انت لو قول لها واش مبروكه. الله يبارك فيكم، شكرا. ايوا يلا نخليكم. سلامه سلامه حميدو. اش عندك عاود؟ ياك العيد قرب. باقي له غير شي 3 ايام. ايوا ما شفت حولي، حنا راه في اسبانيا والناس اللي هنا ماشي مسلمين بحالنا، عندهم الديانات ديالهم مختلفة. واخا حنا ماشي شغلنا فيهم، وحنا فين هو الحولي ديالنا؟ ما شريتوش؟ لا شريناه قالك. وفين هو؟ ياك ملي كنشريوه كنجيبوه للدار. بلاتي نوريه لك في التليفون. ها انا بغيت نشوفه دابا الساعة، فين هو؟ راه هو في الكوريا ولدي. نهار العيد عاد غنجيبوه وغيكون مذبوح. كيفاش غيكون مذبوح؟ ما غندبحوهش هنايا. لا كيدبحوه تما وكيجيبوه مسلوخ معدل. ما غنشوف حولي بالروح، ما غنشوفو كيتذبح، ما غنشوفو كيقول باع. واش هذا عيد ولا كنازه؟ ايوا هادشي اللي عطا الله ولدي. ايوا حيت ما عندهمش يسطح فين يذبحوه، وعاد عنده ممنوع تذبح الحيوان هنايا. ولكن راه غنجيبو مذبوح ونشوفو الكبده ديالو بحال في المغرب. الا انا خصني نشوفو بالروح، نلعب معاه ونتواضع معاه قبل ما يموت، ونشوفو كيتذبح ونسيق الدم ديالو بحال العام اللي فات. ايوا داكشي ما كاينش هاد العام، هاد العام غتشوف غير الكسده ديالو مذبوح. لا ولكن خصنا ضروري نذبحو ونعملو السنة ولدي. شناهي السنة؟ واخا ولدي هذا سؤال مزيون. قبل ما نجاوبك انا غتجاوبني نتي على السؤال ديالي وتقولي شنو كيعني عيد الاضحى بالنسبة ليك. عيد الاضحى هو نشريو الحولي ونذبحوه ونشريو الكبدة ديالو في المجمر وناكلو الحيمة ديالو وصافي. صافي ماشي هذه هي الغايه من عيد الاضحى. وشنو هي الغايه؟
اول حاجه خصك تعرف يا ولدي بان يوم العيد اضحى هو يوم كنحيو فيه سنه سيدنا ابراهيم لما كان غيضحي ابنه اسماعيل. وعلاش كان غيضحي بابنه اسماعيل؟ لان في يوم من الايام سيدنا ابراهيم حلم شاف واحد المنام بلي الله سبحانه وتعالى كيامر بذبح ابنه اسماعيل. والانبياء كانوا فاش كيشوفوا شي حلامه كتكون هذيك رؤيه من عند الله ولازم عليهم يطبقوها. قبل ما نجاوبك يا ولدي غنقول لك الايه القرانيه اللي فيها هذه القصه هذه ومن بعد نجاوبك على الاسئله ديالك. بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. دابا ماما بلي سيدنا ابراهيم حلم بلي الله كيامرو يذبح ولده، شنو كان الرد ديال سيدنا اسماعيل؟ سيدنا اسماعيل كان الرد ديالو كما ذكر في القران يا ابتي افعل ما تؤمر به ستجدني من الصابرين، يعني قال باباه اعمل اللي امرك به ربي وانا غنصبر على داكشي اللي مكتب لي. وشنو وقع من بعد؟ فلما اسلم، يعني سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل عليهم السلام استسلموا لامر الله سبحانه وتعالى ورضوا بالقضاء ديالهم، رغم ان سيدنا ابراهيم ما كانش باغي بالمره انه يذبح ولده اللي عزيز عليه وقريب لقلبه، ولكن في نفس الوقت ما يمكنش يخالف امر الله. وسيدنا اسماعيل كان مصبر راسه ومستعد انه يضحي من اجل طاعه ربه وياخذ رضا والديه. وتله للجبين، يعني حط الجبين ديالو باش يساعد للذبح. مسكين وذبحوه، ووجب باش يذبحو ناداه الله من السماء وقال له كما ذكر في القرآن وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. ومن بعد أنزل الله عليه الكبش اللي هو الحولي يذبحو عوض ما يذبح ولده وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. ولكن علاش ربي امر سيدنا ابراهيم باش يذبح ولده ومن بعد عطاه الحولي؟ هذا كان اختبار من عند الله لسيدنا ابراهيم باش يشوف قوه الايمان والصبر ديالو. فهمت. ومن هنا جات اضحيه العيد ورجعت السنه عند المسلمين بنيه التقرب الى الله واحياء ذكرى سيدنا ابراهيم اللي كنأديوها كل عام في شهر 10 ذي الحجه. برافو عليك. ونهار قبل العيد كيكون يوم عرفة، هاد اليوم هذا كيوقفوا فيه الحجاج على جبل عرفة باش كيأديو أهم أركان الحج. في يوم عرفة هما كيعملوا فريضة الحج وحنا كنصوموا. وعلاش كنصوموا؟ في حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة قبلها وسنة بعدها. كيفاش؟ ما فهمتش. يعني ملي كنصوموا يوم عرفه ربي كيغفر لنا الذنوب ديالنا ديال السنه اللي فاتت والسنه المقبله. دابا فهمت. غنعاود هاد القصه لصحابي كاملين ما غيكونوش عارفين، وحتى نتوما عاودوها لصحابكم. عاودوها لهم. مزيان، عاودها لصحابك. ايوا تلاهيت معاك حتى برد لي الكاس ديالي. واخا نقولها لهم. واخا تعطيني داك التليفون شوف الحولي. ما غتخلينيش نشرب هاد الكاس بلا تيجبدولك. ها هو، عجبك؟ شو كتحقق فيه بحال زعما كتفهم في الحوالة؟ باش عرفتيها؟ حيت ما عندناش الروايد. شنو هاد الروايد عاود؟ هادوك اللي كيكونوا هنا. القرون. ولا القرون ولا الروايد ولا ما نعرف. لا ماشي ضروري، كاين اللي كيكون حولي وما كيكونش عنده القرون. واخا انا غنمشي نعيط لصاحبي راني نوري له ونعاود له حتى القصه اللي عاودتي. واخا مشي وجيب لي التليفون داغيه. رجع باسل، مشي سخنه.